التحية تأتيكم مشاهدين من نشرة الأخبار من الإمارات. أهلا بكم إلى عناوين هذه النشرة. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده. رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بشأن تغيير اسم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي. ومحمد بن راشد يعلن عن تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية. نهيان بن مبارك يوجه بتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته لدى الأجيال الجديدة. مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما إبريل المقبل وجوائز مالية للعروض والنصوص. بلدية الفجيرة تنظم ورش عمل توعوية للفئة العمالية حول تكاثر الحشرات. إلى التفاصيل، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مرسوما اتحاديا بشأن تغيير اسم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي إلى الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي. ويأتي تغيير اسم الهيئة ليعبر عن مهامها الاستراتيجية ودورها في دعم صاحب السمو رئيس الدولة وتعزيز رؤية سموه على المستويين المحلي والخارجي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عددا من الشركاء والمستثمرين العالميين الذين وقعوا أمس اتفاقا للانضمام إلى مشروع أدنك أو أدنك للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في الرويس. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عددا من الشركاء والمستثمرين العالميين الذين وقعوا اتفاقا للانضمام إلى مشروع أدنوك للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في الرويس، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي بمسؤولي الشركات الموقعة على الاتفاق يرافقهم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها. وبارك سموه الاتفاق مؤكدا أهميته في إطار مبادرة دولة الإمارات المتواصلة للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة بهدف إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي يواجهها قطاع الطاقة بجانب تعزيز تعاونها مع الشركاء في القطاع من مختلف أنحاء العالم بما يخدم التنمية المستدامة للجميع. وتطرق لقاء سموه مع مسؤولي الشركات إلى مجالات توظيف الحلول المبتكرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مقوماتها، إضافة إلى إيجاد حلول عملية للتحول في قطاع الطاقة. حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة. بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أخنا خوريسلوخ رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة أخنا خوريسلوخ. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لوفسان نامساراي رئيس وزراء منغوليا. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإنشاء سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلقنا اليوم خطتنا لتطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه توسيعا ومضاعفة لمساحة السوق الحالي لدعم أجندتنا الاقتصادية وخلق فرص تجارية واستثمارية أكبر. وكلفنا مجموعة موانئ دبي العالمية بإدارة وتشغيل السوق وتطويره وربطه مع الأسواق العالمية.
وأضاف سموه دبي بموقعها الاستراتيجي ومرافقها المتطورة تمثل مركزا تجاريا واستثماريا يستقطب كبرى الشركات، والعمل سيتضاعف خلال الفترة المقبلة لتعزيز دور الإمارة لخلق الفرص الاستثمارية للشركات العالمية، ولتكون دبي وجهة للأسواق وعمليات التصدير وإعادة التصدير في مختلف القطاعات وتعظيم الفرص الاقتصادية للمستثمرين في هذا المجال. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والمشاريع الحكومية. تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من القرارات والسياسات المرتبطة بقطاعات التعليم والأوراق المالية والثقافة، إضافة إلى لوائح جامعة الإمارات العربية المتحدة. كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية بشأن الأسواق المالية بالدولة ونتائج أعمال مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب ونتائج تطبيق عدد من المبادرات والبرامج الثقافية. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي حفل تخريج الدورة المشتركة 33 لكلية القيادة والأركان المشتركة، والذي أقيم اليوم في مقر الكلية في العاصمة أبو ظبي. وهنأ سموه خريجي الدورة متمنيا لهم التوفيق في مهامهم ومسؤولياتهم القيادية لأداء رسالتهم تجاه الوطن والإسلام في الحفاظ على مكتسباته وإعلاء مصالحه، وحثهم على توظيف ما اكتسبوه من مهارات وخبرات أكاديمية ومعرفية تجمع بين الجانبين النظري والعملي من أجل تعزيز جاهزية وكفاءة المؤسسات التي ينتمون إليها. وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على تأهيل القيادات الوطنية في مختلف المناصب العسكرية والأمنية ترسيخا لثقافة التميز والريادة التي تنتهجها مؤسسات القوات المسلحة في إعداد القادة ورفض وحداتها بالكفاءات القادرة على دعم الجهود الوطنية لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية المعاصرة ومتطلبات الأزمات المستقبلية. وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن القائمين على البرنامج الصيفي أو البرامج الصيفية للصندوق بالتركيز على تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته والتعريف بمفهوم المواطنة الصالحة عند أبناء وبنات الإمارات من طلاب المدارس المشاركين في الأنشطة وتدريبهم على أن يكونوا مواطنين صالحين، وشرح الصفات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها المواطن الصالح، وتقديم شرح مبسط لأهم الطرق التي يجب أن تعرفها الأجيال الجديدة ليكونوا نشطين في العمل على تحسين مجتمعهم وتطويره وحماية وطنهم ودعم خطواته نحو مستقبل أفضل للجميع. جاء ذلك خلال متابعة معاليه للأنشطة والفعاليات التي تقدمها البرامج الصيفية لصندوق الوطن لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والجامعات بمختلف إمارات الدولة من خلال برامجه الأربعة، وهي قدوتي وفكرتي، لغة القرآن، برنامج فرسان القيم سواء بالمدارس أو المراكز الثقافية والإبداعية أو الجامعات والكليات المشاركة بالأنشطة. فاصل قصير مشاهدينا ونواصل النشرة، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاجتماع 21 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي فاتفة رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وأكد على أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخلال الاجتماع تم استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفترة ما بين 2024 و2027، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء. كما بحث الاجتماع جهود الاستعداد لعملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي في الفترة
2025 إلى 2027، حيث تم طرح أهم المبادرات الوطنية التي من شأنها إثبات فعالية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وأيضا تمويل الإرهاب. برعاية وحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة، وقعت هيئة الرعاية الأسرية مع 4 جهات حكومية في أبو ظبي اتفاقيات مستوى الخدمة ومذكرات تفاهم لإنشاء وتشغيل مركز الطفل في أبو ظبي. برعاية وحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة، وقعت هيئة الرعاية الأسرية مع 4 جهات حكومية في أبو ظبي اتفاقيات مستوى الخدمة ومذكرات تفاهم لإنشاء وتشغيل مركز الطفل في أبو ظبي. يأتي ذلك بهدف حشد الجهود والعمل بروح الفريق وضمان فعالية برامج حماية ورفاهية الأطفال في إمارة أبو ظبي، عبر تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق بين مختلف جهات القطاع الاجتماعي بتقديم خدمات تتسم بالمهنية والكفاءة العالية وحوكمة وتطوير سياسات حماية الطفل والمعايير ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إجراءات الوقاية والتدخل لحماية الطفل في إمارة أبو ظبي، بما يتوافق مع سياسة حماية الطفل دام الأمانة التي أطلقت مؤخراً. وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: تولي القيادة الرشيدة أهمية قصوى لحماية الطفل وتهيئة البيئة المناسبة لتنشئة الأطفال وتأمين أفضل مستقبل لهم، ويأتي إنشاء مركز الطفل تتويجا للجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الجهات في إمارة أبو ظبي بهدف تعزيز منظومة حماية الطفل في الإمارة وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال ورعايتهم، بما يضمن تنشئة أجيال واعية وقادرة على المشاركة في تقدم المجتمع والمساهمة في تطوره، من خلال تعزيز تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان أمنه واستقراره وتنمية وعيه بتراثه وقيمه ومبادئه التي ينشأ عليها في مجتمعه. ويقدم مركز الطفل خدمات متكاملة مخصصة لحماية الطفل وضمان حقوقه، مع الحرص على رعاية الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم وصقل مهاراتهم وتمكين قدراتهم وإمكانياتهم وإبداعاتهم ضمن بيئة مستدامة تضمن للطفل الاستقرار النفسي والاجتماعي وتحميه من أي مخاطر أو إساءة يمكن أن يتعرض لها، في إطار الالتزام بتنشئة الأطفال عشبة سليمة ليكونوا محاطين بالرعاية والحماية والاهتمام. أكد فريق الهلال الأحمر الإماراتي المشارك ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في نيويورك أن العمل الإنساني وتمكين المجتمعات يأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة للدولة. أكد فريق الهلال الأحمر الإماراتي المشارك ضمن فريق دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في نيويورك أن العمل الإنساني وتمكين المجتمعات يأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة للدولة، وأنها تاريخيا تعتبر واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات على مستوى العالم، وأن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعمل على تعزيز مجالات الاستجابة الإنسانية والتنموية على مستوى العالم. وضمن سياق مشاركة الوفدة، عرض سعادة راشد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساهمات دولة الإمارات النوعية في الحد من الفقر. للحديث عن الدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات وبرعاية ودعم كبيرين من قيادتنا الرشيدة في المساهمة بتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر في مختلف أرجاء العالم، وذلك من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تعد الذراع التنفيذي للدولة في مسار تقديم المساعدات الإنسانية. وفي محور الشراكات، أشار سعادته إلى أن الهيئة نسجت شراكات قوية مع العديد من المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تم توظيفها لخدمة القضايا الإنسانية والتنموية عالميا.
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ذراعها الإنسانية عملية الفارس شاهم 3 حملة تقديم المياه الصالحة للشرب للأسر الفلسطينية النازحة في جنوب قطاع غزة، حيث وصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 70,000 مستفيد بهدف توفير المياه لهم في ظل ما تعانيه محافظات قطاع غزة من تدمير للبنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي نتيجة الحرب. وتم تجهيز وتوزيع خزانات المياه على مناطق نزوح بالتعاون مع مصلحة المياه ومتطوعي عملية الفارس الشهم 3 في مختلف مناطق جنوب قطاع غزة، وتتم تعبئتها يوميا لتسهيل حصول الأسر النازحة على المياه نظرا للصعوبات التي يواجهونها والتحديات التي تواجهها البلديات في قطاع غزة والتي تحول دون قدرتها على تقديم الخدمات الإنسانية ومن ضمنها المياه للمواطنين، مما قد يسبب كارثة إنسانية. أشاد مكتب فخر الوطن بالجهود الاستثنائية التي يبذلها المتطوعون الإماراتيون لدعم سكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها حاليا، وأشار إلى أن هؤلاء المتطوعين وكجزء من عملية الفارس الشام 3 المتواصلة منذ 9 أشهر جسدوا روح التضامن وتأكيد القيم الإنسانية التي ترتكز عليها سياسة دولة الإمارات لدعم الأشقاء والأصدقاء. وقال مكتب فخر الوطن: لقد أظهر المتطوعون من أبناء الإمارات سواء داخل الدولة بالمشاركة في حملة تراحم من أجل غزة أو من خلال الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الذي أقامته دولة الإمارات داخل القطاع وفي كافة العمليات الإغاثية الأخرى مثل إقامة المخابز وإنشاء محطات التحلية وتوزيع مياه الشرب والطعام والملابس والخيام، جهوداً كبيرة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية لشعب غزة الذي يواجه ظروفاً كارثية صعبة. وأضاف أن عملية طيور الخير التي تنفذها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تسهم في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته. وأكد مكتب فخر الوطن أن هذه العمليات تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدات والدعم وسط المخاطر والتحديات، مما يعكس تفاني الإمارات وأبنائها في أحداث تأثير إيجابي يعزز من مشاعر التفاؤل والصمود بين سكان قطاع غزة. قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دائرة أمن الدولة اليوم بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم. وحكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم لأغراضه المناهضة للدولة، وبمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله. كما عاقبت 6 شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم بحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي. أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما والذي سينعقد في إبريل المقبل عن إطلاق مسابقة العروض المسرحية ومسابقة النصوص العربية للتأليف المسرحي. أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما والذي سينعقد في الفترة ما بين 10 حتى 18 من إبريل المقبل في 2025 عن إطلاق مسابقة العروض المسرحية ومسابقة النصوص العربية للتأليف المسرحي والتي يعتمدها المهرجان للمرة الأولى في تاريخه
تعميقا لحضور المهرجان في المشهد الثقافي العربي والدولي، وتعزيزا للجانب الثقافي والإبداعي لدى الكتاب والمبدعين في الوطن العربي، ولإظهار طاقتهم الفكرية والفنية وتحفيزهم على تقديم الأفضل في واحد من أصعب أنواع الفنون المسرحية. وقد رصدت إدارة المهرجان جوائز مجزية للعروض الثلاث الأولى المتكاملة، بحيث يحصل العرض الأول على 50,000 درهم إماراتي، والعرض الثاني على 30,000 درهم، والعرض الثالث على 20,000 درهم، فيما سيكافئ أفضل ممثل مسرحي بالدورة بجائزة منفصلة تبلغ 50,000 درهم، بحيث تعتبر هذه الجوائز الأضخم دوليا ضمن مسابقات عروض الممثل الواحد. كما ستقدم جوائز أخرى لمسابقة أفضل النصوص المسرحية أيضا، حيث سيتم العمل على استلام المشاركات ابتداء من الأول من أغسطس المقبل وحتى نهاية فبراير 2025. كما اعتمدت اللجنة المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما جميع الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الجوائز ومعاييرها وشروطها وضوابط المشاركة فيها عبر شهر سبتمبر المقبل. نفذت إدارة الصحة العامة في بلدية الفجيرة ورش عمل توعوية للفئة العمالية بهدف نشر الوعي بالإجراءات التي يجب اتباعها للتقليل من تكاثر الحشرات وخاصة البعوض منها، والتي تعد سبباً رئيساً لانتقال الأمراض للإنسان مثل حمى الضنك، إضافة لتعزيز الوعي لديهم بأهمية المساهمة في الحد من انتشار البعوض واتخاذ التدابير اللازمة والممارسات الصحية. واستهدفت الورش ما يقارب 3,000 عامل في المجتمعات أو في المجمعات العمالية ومواقع العمل، ونفذت بأكثر من لغة لتتناسب مع مختلف الفئات العمالية العاملة في إمارة الفجيرة، بالإضافة إلى توزيع الكتيبات التوعوية المصورة بعدة لغات مثل العربية والإنجليزية والصينية والهندية. اختتمت هيئة الفجيرة للبيئة مشاركتها في الدورة 36 لمجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، والذي عقد في مدينة أكادير في المملكة المغربية لهذا العام. وتهدف الدورة إلى التقاء الدول الأعضاء ومشاركة أفضل تجاربهم باستعراض الملفات المرشحة للانضمام لشبكة محميات المحيط الحيوي العالمية من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، حيث أعلن خلال المؤتمر انضمام عدد 10 محميات إلى الشبكة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى إعلان توسيعة نطاق محمية أخرى ليصبح بذلك عدد محميات المحيط الحيوي على مستوى العالم 759 محمية في 136 دولة. أخبارنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الشؤون الإسلامية تعلن عن برنامجها الصيفي للعام 2024. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يعد تفوق قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات ركيزة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في خلق فرص الاستثمار وربط الأسواق الإقليمية والعالمية في مختلف قطاعات التجارة، لامتلاكها منظومة نقل متكاملة وتوفير حلول وخدمات لوجستية متطورة ساهمت في تعزيز مكانة الدولة على خارطة سلاسل الإمداد العالمية. تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزاً تجارياً مزدهراً منفتحاً على مختلف دول العالم، وحضورها في مختلف الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً ودولياً. فقد أسهمت المشاريع الضخمة والاستثمارات الهائلة لتطوير قطاع البنية التحتية في إرساء أساس صلب يعزز ركائز التنمية بمختلف أوجهها، إذ سجلت موانئ الإمارات نقلات نوعية وباتت مركزاً رئيساً على خارطة سلاسل الإمداد العالمية، متجاوزة تقديم الخدمات اللوجستية لتصبح منظومة اقتصادية متكاملة وبيئة لتأسيس ونمو الأعمال. أسهمت بفعالية في النهضة التجارية والاقتصادية عبر المناطق الحرة المرتبطة بها، والتطور الهائل في إمكانات المناولة والبنية التحتية الأساسية للأرصفة، ورفع كفاءة التعامل مع السفن والناقلات البحرية والشحنات من الأحجام والفئات كافة، بالتوازي مع تعزيز القدرة الاستيعابية للتخزين. كما ساهم الالتزام الثابت بالابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية ببناء قطاع
قوي ومتقدم تقنيا يدعم معدلات النمو التجارية والاقتصادية. فخلال سنوات قليلة برزت مكانة الإمارات منافسا قويا لأهم المراكز البحرية الرائدة في العالم، محققة إنجازات غير مسبوقة على مستوى الموانئ والخدمات البحرية، مستفيدة مما تتمتع به من موقع استراتيجي على مفترق طرق بين الشرق والغرب وبنية تحتية عالمية المستوى، مدعومة ببيئة استثمارية آمنة ومنظومة تشريعات متكاملة، فضلا عن امتلاكها لمقومات لوجستية وشبكة متطورة للنقل البري والجوي من طرق ومطارات وسكك حديدية تصنف على أنها الأحدث والأكثر تطورا. وتسير الإمارات بخطى متسارعة وخطط طويلة الأمد لتعزيز مكانتها المحورية في قطاع المناطق اللوجستية بحرا وجوا وبرا، بفضل ما تمتلكه من مقومات استثنائية وأسباب النجاح رسخت موقع الإمارات مركز ازدهار عالمي. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن برنامجها الصيفي للعام الجاري. برنامج صيفي 2024 أعلنت عنه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بحضور سعادة الدكتور عمر حبتوري الدرعي رئيس الهيئة وعدد من الخبراء والمسؤولين. واستعرض المشاركون أبرز المبادرات والفعاليات التي ستنظمها الهيئة على مستوى الدولة عبر العديد من المنصات التواصلية والتفاعلية. ويضم برنامج الهيئة الصيفي لهذا العام مبادرات صيفية تناسب جميع أفراد الأسرة بوسائل متطورة من حيث المحتوى والاختيار والتسجيل والحضور والرعاية، تواكب أهدافه وغايته نهج دولة الإمارات وثوابتها، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في شباب الوطن وتعزيز القيم المجتمعية الراسخة. ويشمل برنامج الهيئة لهذا العام مميزات وخصوصيات، منها احتضان البرامج ضمن المساجد والمراكز والمعاهد الدينية والمنصات القرآنية ومجالس الأحياء، باعتبار أن أهم أهداف البرنامج التركيز على ترسيخ الإرث الوطني والهوية الوطنية لدى الدولة ولدى شباب الوطن والنشأ، باعتباره ركيزة أساسية في البرنامج عبر الحرص على تعزيز الولاء والانتماء والتعريف بتاريخ وحضارة دولة الإمارات والاعتزاز بالرموز الوطنية. ويفوق العدد المستهدف من البرنامج 2 مليون شخص، إلا أن حجم الاستفادة الفعلية منه يتوقع أن تتجاوز بشكل واضح هذا الرقم، فيما يصل عدد الكادر التعليمي لأكثر من 550 معلماً ومشرفاً وإدارياً و2000 إمام. آخر أخبار المال والأعمال مشاهدينا نتابعها سوياً، شاهر مع الزميل نداء عربيات. بالتأكيد سارة، مشاهدينا الكرام أهلاً بكم إلى الفقرة الاقتصادية مع الزميلة نداء. أهلاً بك نداء. أهلا شاهر وأهلا سارة، أخر المستجدات والأخبار الاقتصادية وأهم وآخر أخبار الاقتصاد والعناوين خلال الفقرة، إليك نداء. أهلا بكم. سجلت دولة الإمارات أكبر زيادة في حجم استثمارات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة ماجنت لتحليلات رأس المال الاستثماري. وحققت استثمارات الشركات الناشئة في الدولة ارتفاعا سنويا قدره 11%، حيث تم إغلاق 83 صفقة خلال النصف الأول من هذا العام بتمويلات بلغت 225 مليون دولار، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الأولى من ناحية العدد، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 63 صفقة، ثم مصر بنحو 28 صفقة، فيما حلت الدولة في المرتبة الثانية بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية قيمة الصفقات بحسب تقرير المؤسسة. وأوضحت ماجنت أن دولة الإمارات حافظت على تصدرها دول المنطقة في النظام البيئي لتمويل الشركات الناشئة، مشيرة إلى استحواذ الإمارات على حصة الأسد من عمليات التخارج التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت 10 عمليات، 6 منها تمت في دولة الإمارات.
وسجلت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2024 نموا في تسجيل العلامات التجارية، حيث وصل عددها إلى 15319 علامة تجارية، أي بنسبة نمو بلغت 3.4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وفي حين وصل إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في عام 2023 إلى 31180 علامة، محققا نموا بنسبة 16.5% بالمقارنة مع العام الماضي. كما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة 122000 علامة خلال الفترة من 2019 حتى 2023. وترأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة 65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، التي انطلقت أمس الأول بمقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 17 من شهر يوليو الجاري. وإلى خبرنا الثالث، حيث شغلت الإمارات المرتبة السادسة في العالم من حيث رضا الموظفين المغتربين إليها عن حياتهم العملية، متفوقة على وجهات عمل شهيرة مثل أستراليا في قائمة غابت عنها كثير من البلدان ذات السمعة الجيدة للحياة العملية. ووفقا للتقرير الحديث الصادر عن منصة المغتربين العالميين انترشينز، كانت المرتبة الأولى من نصيب الدنمارك من حيث رضا المغتربين عن وظائفهم والفرص المهنية والتوازن بين العمل والحياة إضافة إلى جوانب أخرى. وصدر التصنيف بناء على إجابات استطلاع شمل أكثر من 12500 شخص يعيشون خارج بلدانهم، عكست آرائهم حول أربعة فئات رئيسية تغطي موضوعات العمل بما في ذلك مستقبل حياتهم المهنية والراتب والأمان الوظيفي وثقافة العمل والرضا والعمل والترفيه. ومثلت الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية منطقة الشرق الأوسط في المراكز العشرة الأولى في القائمة، واحتلت مرتبة جديدة أو جيدة للغاية في التوقعات الوظيفية وثقافة العمل والرضا، وجاءت في المركز السادس بتصنيف الرواتب والأمان الوظيفي. منها إلى أسعار الذهب التي ارتفعت للجلسة الثالثة على التوالي، فصعد في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 2375 دولارا و7 سنتات للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1% إلى 2381 دولارا و3 سنتات. وأما بالنسبة لأسعار العيارات الشعبية في الدولة لتاريخ اليوم فجاءت كالتالي: جاء سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 288 درهم و5 فلس، وعيار 22 إلى 267 درهما و25 فلسا، وأما عيار 21 إلى 258 ونصف درهم إماراتي. وارتفعت أيضا أسعار النفط اليوم على خلفية تراجع مخزونات البنزين وهبوط مخزونات الخام بعدما كثفت مصافي التكرير الأمريكية عمليات المعالجة بما يعكس قوة الطلب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما نسبة 4% ليتم تداولها عند 85 دولارا و43 سنتا للبرميل. كما زاد أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو نصف بالمئة إلى 82 دولارا و47 سنتا للبرميل. وتترقب الأسواق بيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها هذا الأسبوع، وتتضمن مؤشر أسعار المستهلكين اليوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار المنتجين غدا الجمعة. وبهذا الخبر نختتم أخبارنا الاقتصادية لليلة، ونعود إليكما سارة وشاهر. شكرا لك نداء على كل هذه الأخبار، ومشاهدين نتابع سويا الفقرة التكنولوجية مع زميل شاهر جرار. شكرا لك سارة. مشاهدين الكرام، دعونا نتابع في هذه الفقرة.
أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع مركز ماستر كارد العالمي للذكاء الاصطناعي المتقدم وتكنولوجيا السبرانية في دبي وبنك أبوظبي الأول، تحدياً هادفاً لتعزيز الفرص والإمكانات الجديدة للشركات والمواهب التي تركز على الذكاء الاصطناعي عنصراً محورياً في بناء المستقبل، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ويستهدف تحدي المبدعين والموهوبين والشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والأمن السبراني والخدمات المصرفية والمالية ومجال خدمات المتعاملين والتكنولوجيا المالية والمجالات البيئية والاجتماعية. ركزت شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال مؤتمرها أنباكد 2024 على مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة لمستخدمي الهواتف الجديدة القابلة للطي من سلسلة هواتفها القابلة للطي جالكسي زد فولد 6 وجالكسي زد فليب 6، والتي تتمتع بمزايا متطورة من حيث الإمكانيات والأداء والبطارية، إذ تتيح عبر خدمتها جالكسي AI الذكية التي أطلقتها في يناير الماضي مع عائلة هواتف جالكسي S24 مزايا تسمح بالحصول على تجربة تدوين وتواصل وتصوير غير مسبوقة. كما رفعت شركة سامسونج الستار عن خاتمها الذكي الأول جالكسي رينج الذي يقدم مستوى تتبع دقيقا للمتغيرات الحيوية لجسم المستخدم بما فيها أثناء النوم، إلى جانب القدرة على التحكم في هواتف سامسونج جالكسي بحركات الأصابع، ويأتي بتسعة قياسات مختلفة لتناسب أحجام وأطوال أصابع المستخدمين وبوزن يتراوح بين 2.3 و3 جرامات وبتصميم أنيق ومريح للارتداء مع دعم هيكله بخام ألمنيوم من الدرجة الخامسة مع مقاومة للمياه. أعلنت شركة أبل الأمريكية أنها تهدف إلى شحن 90 مليون هاتف من فئة آيفون 16 في النصف الثاني من العام الجاري، معتمدة على خدمات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلب على الطراز الجديد. وذكرت الشركة للموردين والشركاء أنها تستهدف نحو أو نموا بنسبة 10% في شحنات آيفون الجديدة مقارنة بالطرازات السابقة، وبحسب وكالة بلومبرج تم شحن نحو 81 مليون هاتف من طراز آيفون 15 في النصف الثاني من عام 2023. وذكرت مصادر أن الشركة أصبحت واثقة أن إضافة خصائص منصة أبل إنتليجنس لهاتف آيفون 16 ستساعد في تعزيز الطلب عند طرح الطراز للبيع في نهاية العام الجاري. ذكرت صحيفة ديلي ميل أن الشرطة البريطانية تعزز استخدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة بشكل استباقي، من بينها كاميرات التعرف على الوجه التي تراقب الوجه أثناء التسوق، إلى جانب الخوارزميات التي تتنبأ بالجرائم قبل حدوثها، وطرح المزيد من الأدوات التي تحاكي الروايات الخيالية في الطريق للاستخدام الفعلي بالمستقبل. وتساعد تقنيات التعرف المباشر على الوجه كما يوحي الاسم رجال الشرطة في التعرف على الأفراد المطلوبين بين حشد كبير في الوقت الفعلي، إلى جانب استخدام الكاميرات التي تكتشف تلقائيا متى تحدث الجرائم، إلى جانب التقاط مخالفات المرور وضبط مستخدمي الهواتف أثناء القيادة. ختام التكنولوجيا، عودة إليك سارة. شكرا شاهر. ومشاهدينا، في الشأن الدولي، أدانت مصر قصف مدرسة العودة بخان يونس واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن هذا يعد انتهاكا سافرا جديدا لأحكام القانون الدولي الإنساني وجريمة تضاف إلى سجل حافل من انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية، داعية إلى ضرورة إيجاد موقف دولي موحد يوفر الحماية للشعب الفلسطيني. عشرات القتلى والمفقودين منذ يوم الأحد جراء انهيار أرضي أتى على منجم للذهب في إندونيسيا. تسبب انهيار أرضي اجتاح منجم ذهب غير مصرح به في جزيرة سولاويسي الإندونيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع بمقتل 23 شخصاً على الأقل،
فيما بقي 30 شخصا في اعداد المفقودين. لكن الامطار الغزيره التي هطلت الاربعاء اوقفت عمليه البحث عن المفقودين الذين يعتقد انهم محاصرون تحت انقاض المنجم، حيث كان اكثر من 100 قروي ينقبون عن حبات من الذهب عندما انزلقت اطنان من الطين اسفل التلال المحيطه ودفنت مخيماتهم المؤقته. رئيس مكتب البحث والإنقاذ في مقاطعة غورونتالو أكد توقف البحث بسبب الأمطار الغزيرة، لافتا إلى أن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا بعد من تحديد مكان المفقودين. إلى ذلك أكدت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ أن 92 قرويا تمكنوا من الفرار من الانهيار الأرضي، وتم انتشار العديد منهم من قبل رجال الإنقاذ بما فيها 18 شخصا مصابا بالجروح، مشيرة إلى أنه تم انتشال 23 جثة بما في ذلك جثة صبي يبلغ من العمر 4 سنوات، بينما فقد 30 شخصا. وأوضح إيدي براكوسو مدير العمليات في الوكالة أنه تم نشر أكثر من 1000 فرد بما فيها قوات الجيش في عمليات البحث. وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة حفارة تزيل أطنانا من الطين والصخور التي تسد الوصول إلى الموقع قبل أن تتوقف عمليات البحث. وأشعل الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الأحد دعوات نشطاء بيئيين قاموا بحملة لسنوات لإغلاق عمليات التعدين غير القانونية في جميع أنحاء البلاد وخاصة في سواليزي، حيث نمت هذه الممارسة محملين الحكومة المحلية التي سمحت باستمرار أنشطة تعدين الذهب غير القانونية في هذه المنطقة مسؤولية وقوع الكارثة المميتة. وتنتشر عملية التعدين غير الرسمية في إندونيسيا وتوفر مصدر رزق هش لآلاف العمال الذين يعملون في ظروف تشكل خطرا كبيرا للإصابة الخطيرة أو الوفاة. وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت مصادر لشبكة CNN الأمريكية أن القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا وضعت في حالة تأهب قصوى. تأهبت القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا ووضعت في حالة تأهب قصوى للمرة الأولى منذ عقد. والسبب وراء اتخاذ هذا الإجراء هو أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن جهات مدعومة من روسيا تفكر في تنفيذ هجمات تخريبية ضد أفراد ومنشآت عسكرية أمريكية. وتابعت المصادر أن المعلومات الاستخباراتية تشير بأن روسيا أدرجت قواعد وأفراد عسكريين أمريكيين كخيارات للهجوم عبر وكلاء. ورفعت عدة قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا حالة التأهب إلى المستوى تشارلي الذي يفعل عند وقوع حادث أو تلقي معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال وجود شكل من أشكال العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد الأفراد أو المنشآت بحسب الجيش الأمريكي. بدورها رفضت القيادة الأمريكية الأوروبية التعليق بشكل مباشر على سبب تغير مستوى حالة التأهب، لكن مسؤولا أمريكيا في حلف شمال الأطلسي الناتو حول حملة روسيا لأنشطة التخريب السرية في أوروبا والتي أصبحت وقحة وعدوانية بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة وسط الانتخابات في جميع أنحاء الغرب حسب قوله. مشاهدينا، أهم الأخبار الرياضية نتابعها سويا مع زميلي شاهر. شكرا لك سارة. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع. فاز المهرة معتز والجواد أربي كينج والفارس نور الموري والمهرة انتصار دومولو والمهرة مقاتل الشحنية بألقاب 5 منافسات ضمن كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت الأربعاء على مضمار مدينة لاتسب فرنسا. وشاركت في المسابقات 47 خيلا تنافست على إجمالي الجوائز المالية 145,000 يورو برعاية النسخة 16 للمهرجان العالمي. وتقام فعاليات المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية من خلال تنظيم سباقات لهم في جميع دول العالم. أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس عن التعاقد رسميا مع أندري بوركا مدافع المنتخب الروماني قادما من نادي الأخدود السعودي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لموسمين حتى عام 2026.
وقع اللاعب على عقود انضمامه لبني ياس عقب اجتيازه الفحص الطبي، إذ من المقرر أن يغادر مع بعثة الفريق الأول المتوجهة إلى صربيا الخميس لبدء المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد. حافظ منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية على تواجده ضمن قائمة أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم، وذلك وفق أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر عن شهر يوليو الجاري باحتلاله المركز الثامن عالميا والأول عربيا. وجاء منتخب الإمارات وفق التصنيف ربع السنوية في المركز الثامن بإجمالي 1790 نقطة، وهو ما يضعه في صدارة المنتخبات العربية والمركز الثالث على مستوى قارة آسيا. تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 بعد فوزه على نظيره الهولندي بهدفين مقابل هدف في المباراة نصف النهائي التي جمعت بينهما الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية. ويلتقي منتخب إنجلترا في النهائي المقرر له الأحد المقبل على ملعب الأولمبي ببرلين مع منتخب إسبانيا الذي سبقه بالفوز على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف. ختام الرياضة عودة إليك سارة. شكرا لك شاهر، ومشاهدينا صفحة أخبار منوعة من حول العالم في هذا التقرير. في فيلادلفيا، وهي ثاني أكبر المدن في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بدأ فندق مخصص لاستضافة نباتات لرعايتها مؤقتا عند سفر أصحابها يحصل على الشهرة. وتبلغ مساحة الفندق 300 قدم مربعة، ويقع في الجزء الخلفي من متجر مخصص لبيع النباتات. المسؤولة عن الفندق تضع جدولا صارما ودقيقا لري النباتات التي تستضيفها، حيث أن كثرة الماء تكون أسوأ من قلته. وتشمل رعاية النباتات الزائرة للفندق تنفيذ برنامج لعلاج الأمراض التي تصيبها، ويتم علاج الكدمات التي تصيب الأوراق حتى تلتئم، وأيضا مداواة التربة للقضاء على الفيروسات الكامنة فيها. وعندما يعود أصحاب النباتات من العطلات أو من السفر أو بعد تمضية عدة أشهر في مهام عمل بالخارج، يجدون أن نباتات تتمتع بحالة صحية جيدة مفعمة بالحيوية، والأكثر أهمية أنها يتم إعدادها لتنتعش عندما تعود إلى المنازل. بعد 22 عاما من اختفائه أثناء تسلق قمة ثلجية في بيرو، تم العثور على جثة محنطة لسائح أمريكي يدعى ويليام ستامفل. الرجل كان يبلغ من العمر 59 عاما عندما اختفى في يونيو 2002 بعدما أدى انهيار جليدي في جبل واسكاران الذي يبلغ ارتفاعه 22 ألف قدم في مقاطعة يونغاي إلى دفن مجموعة التسلق الخاصة به. وعثر على جثة ستامفل وملابسه ومعدات التسلق وجواز السفر محفوظين جيدا بسبب البرد، ما سمح للشرطة بالتعرف على هويته. وظهرت الجثة بعد ذوبان الجليد في سلسلة جبال كولديرا بلانكا في جبال الأنديز وفق ما أعلنت الشرطة البيروفية. حاول مهرب صيني تهريب أكثر من 100 ثعبان حي إلى البر الرئيسي للصين عن طريق حشوها في سرواله، وقال مسؤولون إن المسافر الذي لم يذكر اسمه تم إيقافه بعد مروره عبر بوابة عدم الإعلان عن المواد الممنوعة عند المعبر بين هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ومدينة شنشن. وذكر بيان صادر عن الجمارك الصينية أنه عند التفتيش كان لدى الرجل 104 ثعابين في 6 أكياس من القماش داخل سرواله، وأضافت تبين أن كل كيس يحتوي على ثعابين حية بمختلف أشكالها وأحجامها وألوانها. ويظهر مقطع فيديو نشرته الجمارك الصينية اثنين من العملاء وهم ينظرون إلى أكياس بلاستيكية شفافة مليئة بثعابين حية حمراء ووردية وبيضاء صغيرة الحجم. وبهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار من الإمارات، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.